مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينه بشير الجهاديه. كما كتشوفوا معنا سور احدى المؤسسات العموميه بمدينه بشيرة سقط بفعل الرياح العاصفيه، ومنذ أسبوع ولا زالت حليمة على عادتها القديمة. كما كتشوفوا معنا لا أحد حرك ساكنا من أجل ترميم هذا السور أو إخلاء هذا المكان، خاصة أنه يعني كما كنشوفوا يعني كان كيضم يعني ربما يعني كراسي من أجل الاستراحة ديال الناس. أنتم كتشوفوا، فالسؤال المطروح لو كان أحد المواطنين كما قلنا سابقا جالسا في هذه الكراسي المخصصة من أجل الاستراحة لا وقع ما لا تحمد عقبى. أنتم كتشوفوا يعني السور لا زال ساقطا مكانه وبقاياه لا زالت بمكانها ولا أحد حرك ساكنا كما كتشوفوا معنا من خلال يعني هذا البث المباشر. أنتم كتشوفوا ربما الصورة واضحة للعيان ولا تحتاج لأي تعليق. بطبيعة الحال السور لا زال في مكانه والبقايا لا زالت في مكانها ولا أحد حرك ساكنا من أجل ربما أنه يتم إعادة ترميم هذا السور وإخلاء هذا المكان من بقايا هذا الحطام. كما تشوفون معنا فقط تم وضع يعني حواجز حديدية. انتم ربما الصورة واضحة تماما ولا تحتاج لأي تعليق كما كتشوفوا معنا من خلال يعني هذه المشاهد التي ننقل لكم هنا بجنبات هذه المؤسسة التعليمية العمومية اللي وقعت فيها هذه الكارثة. كما كتشوفوا بقايا هذا السور يعني لا زالت في مكانها والحال على حاله ولا شيء تغير بتاتا رغم مرور نحو أسبوع أو أكثر يعني على هذه الكارثة. فكنتمنى أنه يتم التدخل ديال المسؤولين سواء من أجل ترميم هذا السور أو إخلاء هذا المكان يعني من البقايا ديال هذا الحطام. أنتم كتشوفوا فقط حواجز حديدية فقط هي التي وضعت لهذا المكان. فنتمنى يعني أن يعني تصل الرسالة كما تشوفوا معنا من خلال يعني هذا البث المباشر اللي كنرصد لكم من خلاله يعني ما تبقى من هذا السور الذي سقط بفعل الرياح العاصفية التي هبت قبل أسبوع على مدينة أكادير وعلى مختلف مناطق المجاورة للعاصمة السوسية وتسببت في هذه الكارثة. لكن السؤال المطروح، لماذا هذا السور لا زال على حاله ولم يتم إصلاحه أو ترميمه وبقاياه كما كتشوفوا لا زالت متناطرة على قارعة الطريق ولا أحد تدخل من أجل أنه يتم إخلاء هذا المكان وإعادة ترميم هذا السور من جديد تفاديا لما لا تحمد عقبى. فربما الصورة واضحة للعيان ويتضح حجم يعني الضرر الذي تسببت في هذه الرياح القوية التي أدت إلى انهيار هذا السور لسور تابع لإحدى المؤسسات العمومية على مستوى مدينة أدشيرة الجهادية كما كتشوفوا. ف يعني البقايا ربما لو كان يعني كما قلت يعني أحد المواطنين جالسا يعني في هذا المكان لا وقعت ما لا تحمد عقباه لكان ضحايا يعني في الأرواح ولا أصيب يعني الأشخاص اللي ربما يعني بين الفينة والأخرى يعني يجلسون فوق هذه الكراسي لا أصيبوا بمكروه. لكن الألطاف الإلهية حالت دون ذلك ولله الحمد، ومرت يعني هذه العاصفة بخير وسلما وبردا على المواطنين اللي كانوا كيجلسوا يعني في هذه الكراسي ولله الحمد يعني ما خلفت خسائر بشرية باستثناء الخسائر المادية التي لحقت يعني بهذه المؤسسة
اللي سقط فيها هذا السور. فنتمنى أن تصل هذه الرسالة، ونتمنى أن يتم إخلاء هذا المكان وإعادة إصلاح يعني هذا السور اللي سقط يعني هنا. كما كتشوفوا يعني لا شيء تغير منذ أسبوع، والحال على حاله كما كتشوفوا معنا من خلال يعني هذا البث المباشر وهذه المشاهد التي ننقل لكم هنا من هذه المنطقة.